الشغله الوحيده اللي بدي افهمها انه منين طلعت براسه فكره السفر؟ اليوم راح على السفاره. طيب انا شو بحسن فيكم بهذا الموضوع؟ احكي معه، دبر له الشغله طالع منه مصاري. شغله معك بتمديدات الكهرباء؟ لا ما في داعي منصور يدخل معه، من غير شيء شغله مو ماشي. خلصي ولي، قلت لا تدخلي. لا منصور ما بيصير تحكي مع لما هيك. ليه قبر قلبي يحكي مثل ما بده، انا سامحت له. عمي اذا بيسافر ابي نحن من جن ما بنقدر عفراقه. لك يا حبيبي يا عمو، شو فيها كل العالم بتسافر. بس ابي اذا سافر رح نشعر نحن بالذنب، ما نحن السبب. لك ليش انتو شو دخلكم؟ نحن السبب، هو بده يسافر مشان يأمننا مستقبلنا، لو ما عنده اولاد ما كان صار معه هيك. امي ضروري تتجوزوا انتو، بعدين تجوزتوا لازم تجيبوا اولاد. بس امي هي مو شغلتك. خلصنا خلاص خلاص، انا اليوم بروح لعنده وبحاول حل كل الامور. بس بعد الخيمة، لأنه اليوم دوره بالخيمة من شان الانتخابات. منصور دخيلك، يا ريت تهتم لنا بالموضوع. على راسي أنا بهتم بالموضوع، بس ما بدي أعرف شو الموضوع. منصور لا تأخذ وتعطي معي، أنا غير السفر ما بيحل لي مشكلتي. لك يا أخي يا سعيد، يا أخي يا سعيد، السفر ما بيحل لك مشكلتك، السفر بيبعدك عن أهلك وأولادك. بس برجع وبأمن له المستقبل مشرق ومضيء. أنا صعيب يفرقنا عن بعضنا سنتين زمان، بس منرجع ومنعيش مثل العالم والناس، حاجة عايشين مثل الموجع البالي عوي هلا. يعني انت فكرك قديش رح تطالع؟ ابو عماد واوية بتعرفه؟ الحرامي. لك لا صهره لمائي. بعرفه. بتعرف قعد هنيك 6 شهور قديش جاب معه؟ قديش يعني؟ 300,000 ورقة من عدد اللي صرفه، وانت بتعرف بالهموطي هو بيتبهنق على بطنه. شو الحكي اللي عم تحكيه؟ لو شوفه بعيني ما بصدق، هذا يا اما ملاقيهم بالطريق يا اما سرقهم سرقه، هذا حرام يسالني عنه البطبوف بعرفه انا، بعدين معقول 300,000 ليره بست شهور؟ لك كان يشتغل شغلتين، الصبح بكازيه وبعد الظهر بمطعم، ويزت له بالشهر 1600 دولار، يعيش على 600 ويوفر ال 1000. هلا انت متاكد من هذا الحكي؟ لك مثل ماني شايفك انا. لك انت واحد اناني وما بيهمك غير حالك. وطي صوتك منصور. ها انا مالي اناني، مو مسافر مشاني، انا مسافر مشانهم، مشان اولادي ومشان بنت الابريه. لك انا عم بحكي كمان مشاني مو مشانهم، ينباعوا بالعصا لقرود تشيلهم هن وابو عماد البطفوف. لك يا اخي انا بحكي مشاني، اذا الرواتب هيك ليش ما حكيت معي خلينا نستفيد؟ لك بشو بدك تستفيد؟ لك يا اخي الرواتب هنيك عاليه معناتها في افاده، غالبك الشيء اللي عم يصير هون الدخل ما عم يكفينا لاخر الشهر عم يجي لورا. ماشي الحال، الشغله بسيطه، بتروح على السفاره وبتطلب موعد مشان مقابله وبيعطوك موعد. مشان شو؟ انا جبناك يا عبد المعين لتعي لقيناك يا عبد المعين تلعن. شو يعني ماما؟ طلع ابوكم اللي اقنع عمكم منصور بالسفر. يا حبيبي انتو ما لقيتوا غير عمي منصور يقنع ابي كتر ماله عمي منصور مقنع. امتى عنده مقابله بالسفاره؟ 3. عندي خطه. لايمتى بدنا نضل نستنى القهوه؟ يعني ما لقيت غير اخي حسان تروح لعنده؟ ما هو زنبوعه من زنبيع بيت الابريقي. شو بدي ساوي؟ الزمان سلني، الموضوع عاجل وما ضل حدا ما تدينت منه، اخي منصور ما لي عين اطلب منه. وسهيل وافتكار صلن علي اكثر من 45,000 ليره. معناها بطل هالشغله. شو هالحكي بعد ما وصلت اللقمه للتم؟ شو بدك تعمل لكان؟ في واحد بيدين مصاري بدي اروح لعنده. سعيد بدك تتدين بالفايده؟ لو بدي خربش الحيطان، لو بدي احفر 185,000 كيلو متر مربع، بدي خلي سروري يقول لي طلعوا وقول له حيو. جمالة جمالة يطلع عليك لبين ما قلبي سواعي يقوم يساوي لي فنجان قهوة. بدي روح على السفارة بدي اطلع الفيزا. ما بتقدر تعملها لحالك، ميتة من النعاس. اعملها لحالي، ما يكون نفعانين لا للخل ولا للخدر. روحي روحي. جمالة شو في؟ وين اوعيين؟ وين حطيتهم امبارح؟ بالخزانة. إذا حطيتهم بالخزانة لازم يكونوا بالخزانة. شو بكون تخيلوني انتو؟ شو بالخزانة؟ لك ما في ولا قطعة بالخزانة. شو أعمل لك يعني؟ كل مرة بتزت اوعيك بمطرح. جمالة مو عليا الأفلام، ها؟ وين رحتوا بالأواعي؟ إذا مضيع أواعيك نحن شو دخلناه؟
شو ما نام؟ لا تفلموا علي ها؟ أوعي مو ضايعين، أوعي مخبيين. ادور عليهم، إذا حدا مخبيهم إلا ما تلاقيهم، أبصر وين شالح أوعيك مبارح وراجع على البيت. أنا بسيطة. أنا بفرجيكي. ها؟ شو عليه؟ دور عليه ها؟ ها؟ لك شو عم تعمل؟ نكدت الدنيا؟ عم دور على وعي. عم تدور على وعيك بين اوعيي؟ روح دور بغير قرنه. طيب راح دور عليهم بقرنه تانية. ها؟ مين بالكزلوك ما؟ حسام ولا؟ حسام؟ بابا شو في؟ شفت لي أوعي؟ أوعيك؟ شو أي أوعي؟ شو دخلني أنا؟ كل شغلة بتلزقها بظهري. ولك لا تعيط نام! إيه بالكزلوك ونام ولا؟ اضرب أنت والسنفونية علاء! 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 علاء ولا شفت لي أوعي؟ امبارح بالليل شفت بنطلون عم يركض. لك عم بحكي معك جد شفت لي أوعي؟ ما أنا شايفه بالمنام. ارجع نام، رجعت نام، إن شاء الله ما بتفيق. خلاص. وراح لحن قلت سلوى. بابا حشنكم بقى ما في شي. وين اوعيين؟ ها تمبارح جاي بلا اوعي على البيت. لك شو جاي بلا اوعي؟ مجنونة انت؟ انا جايب اوعي. وين حطيتوه؟ ما بعرف. سلوى حطي عينك بعيني لشوف. قولي لي بابا خلص هدي. قولي لي لشوف مين خبالي اوعي؟ بتعرفي مين بابا؟ اخ بدي لاقيهم لو مخبينهم تحت الارض. انا بفرجيكم. امي طلع من غرفة سلوى وراح على المطبخ. علاء وين حطيت الاواعي؟ خبيتهم بقرنه، ضل اربع ايام عم يدور ما راح يلاقيهم. عفارم عليك، اوعى حدا منكم يشفق عليه ويعترف. ها سافر ما لازم نخليه يسافر ولا باي شكل من الاشكال. لا امي نحن عملنا هيك لانه بدنا مصلحته. شكرا عليكم. اسمعي ولدي اللي بده يضعف ويخبره ويخبينا الاواعي معناته ما بده مصلحة البيت كله. مظبوط. هلا بيعصب يا بيقتل حاله يا بيقتل حاله. وتذمولك هلا بيضرب له كفين وبيلولح بالقشاط مرتين وبيرجع بيقتل. ما في مشكلة. امي اذا ضرب حدا منكم لا تزعلوا ها؟ لا امي لا، الكل من اجل الواحد. نايحة نايحة نايحة. تأخرت على السفارة أنا. وين حاطين الأواعي؟ قلوا واعترفوا. ها لك لسه ما لقيتهم. ما بنعرف يا سعيد ما بنعرف. يو فعلا شغلة بتحير. يو فعلا وين اختفوا؟ وين اختفوا ما؟ انتو خافينهم لحتى ما روا على السفارة. قولي لي وين هني أحسن ما عصب. ها يا أولاد حسام علاء سلوى في حدا منكم بيعرف وين أواعي أبوكم؟ لك فيقوا. أنا ما شفت شيء. ولا أنا؟ لا أنا. بابا بلكي نسيان أواعيك بالشغل. أنت على طول بتنسى أواعيك بالشغل. شلون بنساهن وليه؟ بإيش مبارح لكان إجيت على البيت أنا ها؟ إيه لك بالعادة مثل ما كنت تجينا من قبل، مرة بالبروتين ومرة بالقلابية. هاي المرات كمان اللي متذكرتها.
اسمعوا لكم، غلاصاتكم مالي فاضيلة، يا بتقولوا وين الأواعي وبتطلعوهن، يا بلوع السفارة بالبيجامة. أنا بغرفتي عم استنى الجواب، تضربي منك إلو إلو. علاء أمي وين حطيت الأواعي؟ حطيتهم بقرني، العفاريت الزرق ما بتعرف وينه، شو ما عمل ما راح يلاقيهم. روح جيبهم قبل ما يجي أبوك، مبين الخطة تبعنا ما راح تنفع، هلا بيعملها وبيروح بالبيجامة. أمي شلون بدي روح جيبهم هلا؟ العالم نايمين. ليش وين حطيتهم؟ عند رامي، ما بقدر فيهم. لك احنا قلنا لك حطهم عند رامي، قلنا لك حطهم هون بالبيت. ما بقدر أمي، ما شفتينا بس كل المحلات كان بيلاقيهم. أمي لو بنطلوناتي بيجوا على قده، كنت أم جبت له واحد هلا، بس ضيقين. أعطيه بنطلوناتي. لك شلون بده يجوا على قده وأنتو كمان؟ هلا شو بدنا نعمل؟ ابن النايحة وبعرفه راسه يابس. شو صار معكم؟ رح تعترفوا وين الأواعي ولا بروح على السفارة بالبيجامة؟ رح عد للعشرة أنا، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. لا 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 سهل. لا بس لا بعصيب. ما بعصيب. أواعيك نحن خبيناهم منشان ما تسافر. بعرف بس طلعوه. ما بتعصب؟ ما بعصب. الأواعي خبيناهم عند جماعة والجماعة هلأ نايمين. مين هدول الجماعة؟ عند رفيق رامي أبي. امشي ودا. لوين؟ امشي معي لعند رفيقك رامي. منفيون ومنجيب الأواعي. سعيد طيب استناهم لما يجيب لك ياهم، بتبدل وبتروح. ما بعود لحق، بدي لحق الدور، في ناس عم تبات هنيك قبل بيومين. يو بدك تبدل بالشارع يعني؟ لا بشوفني بناية على العظم بدل فيها. امشي قدامي. لا امشي قدامي. ما ايه تضرب هيك فيه، خذ هيك عرض وهيدا بالكيك. امشي عند رامي. لك بنتي لا تعلي لي قلبي، قومي روحي على دوامك انتي. ما بقدر روح، اذا بدي روح ما بدي افهم شي، بدي ضل بالي مشغول انه ابي تاركنا ومسافر. ولو كان روحي، لازم تروحي. طبيبون يداوي الناس وهو عليم. هلا وقت الشعر تبعك انتي. ليش ما رحتي انتي؟ روحي على دوامك. انا ما بقدر اعطي درس، انتي بدك تروحي تعدي ما راح تساوي شي. روحي منشان ما يسجلوكي غياب. يسجلوني؟ بيفصلوكي بعدين. يفصلوني؟ بروح بكفي دراستي عند ابي برا ما وراء المحيط. خير امي؟ ليش راجعين بكير اليوم؟ خلص امي، ما قدرت كمل الدوام طول الدرس وانا عم فكر انه بابا بعد معنا. وانا نفس الشي يا امي. ايه انا علاء النايحة، أشطر واحد بسوريا كلها باللغة العربية، بعرف سافر فعل ماض. تصور يا أمي عربتها فعل ماض لأنه أبي مسافر، قال لي الأستاذ أنا حمار. يلا أمي فوتوا كلوا، الأكل على الطاولة بالمطبخ. فوت على فوت، خلينا ناكلنا لقمتين. معقول؟ أنت بلا إحساس أنت حسام؟ شلون لك نفس تحط لقمة بتمك وأبوك برات البيت؟ أنا كمان ما إلي نفس، بدي آكل مشان عيش، حشي بطن. بلاها العيشة كلها إذا أبي مو موجود معنا. العيشة بلا أبي ما لا طعم ولا لون ولا رائحة. بلا حكي فاضي أنت وياه، أبوكن مسافر فترة وراجع، ما بدنا يا يرجع يلاقينا معلولين ومسلولين. أصلاً هو رايح منشان يحسن الأوضاع المعيشية للكل. يلا لشوف امشوا، بدنا ناكل كلياتنا. ما ما فيني. أنتي بالذات لازم تاكلي، بكرة بتصيري مثل المومياء من قلة الأكل، ببطل حدا يطلبك بعدين. يلا امشوا لشوف. يا ابني برضاي عليك، خلي عقلك براسك، ما خليت شيء إلا بعته، خلي البيت على القليلة. ما صفى غير البيت ينباع يا أمي، أنا منين بدي أجيب حق التكت وأمي مصروف أول كم يوم هني؟ وأنا وين بدي روح؟ ما بكفي تاركني ورايح. إيه علينا، رح أشتري لك بيت صغير بتسكني فيه أنت وخالتي، بكفيكي. وبلكي ما توفقت بالغربة، ما بدك تلاقي لك بيت بس ترجع تنستر فيه. إذا ما توفقت إن شاء الله عمري ما أرجع، يقبروني هنيك أحسن من القبر هون. لا تحكي هيك، شو ما كان الوضع رجع بحطك بقلبي. خلص بيع البيت. لا تبكي يا مو، ما بدي سافر وراي دموع، أنا بدي يجي ولاي قدامي دموع. بعدين مو لحالي رايح، رايح أنا وسعيد النايحة. دم دم دم، معناتها سعيد. فوتي يا مو، فوتي جوا ساوينا شاي. إذا سعيد فوت. يلا يلا تفضل.
حيو سعود. حيينا ابو سعود. والله عرفتك انك انت قلبي حاسسني دم دم دم. طمني شو صار معك؟ مشي الحال بس طلعت ما لقيتكم، وين كنتوا انتوا؟ ايه وين بدنا نستنى؟ رحت اخذت اجازه بلا راتي. لك فهمني شو شلون وافقوا لك انت؟ ليش حتى ما يوافقوا لي؟ ما وضعك زفت، يعني وضعك الاقتصادي ما بيخولهم يوافقوا لك. ايه برا عندهم ما في غني وفقير، كل العالم مثل بعضها. شو كاتبين لك على الفيزا؟ ما بعرف، اعطوني هذا الظرف، انا ما بعرف اقرا انجليزي. هات لشو؟ سي غريبه، انت مجمط ومبنشر اكثر مني، شلون بوقت؟ لك اجدب مكتوب بالعربي هيبوه بالانجليزي. بالعربي؟ ايه. ليش بيكتبوا الفيزا بالعربي؟ شلون بدهم يفهموها هنيك بالمطار؟ لك هيبوه فيزا. لك شو هاي؟ كيما. هي بهدلي على الاله الكاتبه. وبقوم ساوي لي فنجان قهوه، ظبط مخي قوم. حاضر. السيد سرور، نعلمكم انه بناء على الماده كذا من يلا كريك تاني. يلا بعد شو حط هالجهاز؟ بسم الله بسم الله، سمي بالله. يلا بسم الله حط. يلا مرقوا هيك مرقوا هيك. ايه ايه كمان لهنا احنا. سمعت لك سمعت. مين بدك دشنو، انا ولا انت؟ خيو دشنو انت، ما راح اسرق الفرحه منك. هات مخل لك مسيك سيك. بسم الله بسم الله بسم الله. قول يا رب. شبح يلا. والشاليهات والاوتيل يلا. بسم الله. اضرب. شو هاد؟ لك بترول هنا. نعمة، شو عم نحفر على بترول احنا؟ يلي عم يحفروا على بترول ما عم يلاقوه بترول. لك مصروع انت، على غمائة متر بده يطلع لك بترول. هاي انابيب النفط، الله لا يوفقك اللي مارقة من هون، نفط مكرر ما شفته ابيض. اصبح قوم، خلينا نحمل هالجهاز ونكمل ادواره. فعلا انت مصروع. لك شو جهاز ما جهاز، هلا بدقيقتين بيكون الامن كله انتشر هون، هذا عمل تخريبي، الله اعلم قديش نروح فيها نحن. هلا عرفت لك مين نقل الحجر، هذا لما حافرين خطوط النفط قايمين الحجر بطريقهم. اسمع سرور، بعشر سنين لبقى تقرب على هالمنطقة كلها، خلص المنطقة انشبست بعد ما بخشنا الأنبوب. منين طلعنا هالأنبوب؟ لعما حفرنا المنطقة كلها، بس أكيد الذهبات بالمنطقة. ها؟ هيو خلينا نكفي حفر، شو راح يعرفهم الأنبوب مبخوش؟ لك شلون شو بده يعرفهم يا بني آدم؟ النفط عم يطلع من محل في عدادات بتقول إنه طلع، وعم يفوت على محل في عدادات بتقول إنه فات، بقى إذا اكتشفوا فجأة إنه طلع من هون ما فات هنيك، وليه؟ معناتها في نقص. ايه يا سيدي، بينما يلاقوا المنطقة المبخوشة بترح لمحهم جمع الزمان. لك مين قال لك رح يدوروا عليها اصلا؟ هلا كله على الكمبيوتر، الكمبيوتر حبيبي، الكمبيوتر هلا بيشتغل بالأزبة. يا حري حريشك يا سعيد، بعد ما وصلت الإيميل التام. لك شو دخلني انا؟ شو انا مديت خطوط النفط هون لك سرور؟ انزلت لي خبط بالمخل مثل كأنه مدقت مهباج بإيدك، على مهلك شوي، شوف شو في تحتك. دقني الحماس، فكرت كوارة الذهب، انزلت لك خبط، شو عرفني انه نفط؟ أصلاً يا سرور ما خرب بيتنا إلا النفط.